كان عظيم وسهل. تقول عائشة رضي الله عنها وهي تخيل الحديث الصحيح، نام النبي صلى الله عليه وسلم على حجر عائشة. اسمع يا حبيبي، اسمع يا قلبي، اسمع يا عيوني، الليلة ما نخرج بالطيبين، الليلة نبغاها نلف بشارات. نام النبي صلى الله عليه وسلم على حجرها، شوي دمعت عائشة، دمعت دمعات جت على من؟ على خد النبي صلى الله عليه وسلم. قال يا عائشة ما لك تبكين؟ يا عائشة ما لك تبكين؟ أمي وأمك أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. يا عائشة ما لك تبكين؟ قالت يا رسول الله ذكرت الآخرة. يا رسول الله ذكرت الآخرة. يا شباب من فينا تذكر القيامة؟ يا شباب من فينا تذكر أنه سيقف بين يدي الله حافيا عاريا غرلا؟ من فينا يا شباب تذكر أن الله عز وجل سيحاسبه، وأن الله عز وجل سيقف بين يدي الله عز وجل سيذكر بالذنوب كلها، كبيرها وصغيرها، جلها ودقها، علانيتها وسرها؟ من فينا تذكر يا شباب؟ من فينا تذكر كم معصية سواها اليوم؟ اليوم ما بقول حق أمس، ما بقول حق أول أمس، ما بقول حق كم شهر، أبغى حق اليوم بس. من فينا يا أخوان تذكر بس هذا الشيء، أن الله عز وجل سيسأله مثل عقوبك يوم الحشر عريانا مستوحشا خلق الاحشاء حيرانا، انه تذهب من غيظ ومن حنق على العصاه ورب العرش غضبانا. اقرا كتابك، اقرا كتابك يا عبدي على مهل فهل ترى فيه حرفا غير ما كان. لما قرات ولم تنكر قراءته، خلاص قريت الكتاب كله، قريت المعاصي اللي سويتها كلها، قريت القرف اللي سويته في الدنيا كله، قريت كل شيء اللي رحت البيت، سكرت البيت، سكر الشبابيك، والله عز وجل ينظر اليك. الم يعلم بان الله يرى؟ الم يعلم بان الله يرى؟ يا شباب الله يشوفني ويشوفك، والله يا نعس الله الله يشوفني ويشوفك، والله يا نعس الله الله يشوفني ويشوفك. هناك ملائكة يسجلون فلان عصى وفعل وفعل. هذه عائشة تذكر الآخرة. يا رسول الله ذكرت الآخرة، هل تذكرون أهليكم يوم القيامة؟ الأخ يذكر أخوه، الأب يذكر ولده، الأم تذكر ولدها. اسمع ايش يقول الرسول، اسمع ايش يقول حبيبي وحبيبك اللي يوم من الأيام بكى، بكى يقول وددت أني رأيت إخواني. قال الصحابة يا رسول الله ألسنا إخوانك؟ ألسنا إخوانك؟ قال لا، أنتم أصحابي، إخواني الذين آمنوا بي ولم يروني. أنا وأنت من إخوان محمد صلى الله عليه وسلم. أنا وأنت يا من نعصي الله، يا من تدخن، يا من جوالك مليان مقاطع وأغاني، أنت أخو لمحمد صلى الله عليه وسلم، وما زلت مصرا على المعاصي، وما زلت مصرا على حب الدنيا والشهوات. اقرأ كتابك يا عبدي على معل فهل ترى فيه حرفا غير ما كان. لما قرأت ولم تنكر قراءته إقرار من عرف الأشياء عرفانا، نادى الجليل خذوه يا ملائكتي وامضوا بعبد عصى للنار عطشانا. الرسول يرد الآن على سؤال عائشة رضي الله عنها، قال يا عائشة والذي نفس محمد بيده في ثلاث مواطن. يا الله، الآن النبي صلى الله عليه وسلم إيش يقسم؟ والذي نفس محمد بيده في ثلاث مواطن، لا ينكر أحد إلا نفسه. يا الله، نفسي، نفسي، ملائكة أنبياء يوم القيامة يقولون اللهم سلم، اللهم سلم، اللهم سلم، ملائكة وأنبياء. أحمد القيمي وش يقول؟ فلان وفلان وفلان وش يقول؟ اللي يعصي الله كل يوم وش يقول؟ يا إخوان هذول ملائكة، عشان النار زفرت، النار صاحت صيحة. احنا ايش نقول؟ احنا اللي شغالين في المعاصي ايش نقول؟ ايش يقول رب العباد؟ يا اخوان ترى هناك ما عاد في حسب ونسب وواسطه وارجع ابغى ارجع يا ربي سامحني، بالله تكفى سامحني برجع توب، ما في. والله تموت خلاص ما عاد في، والله تموت خلاص ما عاد في، والله اذا غادرت الدنيا ما عاد في رجعه،
والله ما عاد في رجعه، والله ما عاد في رجعه، والله نقول ابو صادق اللي تعصي انتبه، والله اذا خرجت من هذه الحياه والله ما عاد في رجعه. ربي رجعون لعلي اعمل صالحا، لعلي اعمل، يبغى يرجع، يا رب تكفى رجعني اعمل صالح، لعلي اعمل صالحا فيما تركت في الدنيا. كلا كلا انها كلمه هو قائلها ومن ورائهم برزخ الى يوم يبعثون. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشه: يا عائشه، والذي نفس محمد بيده، والذي نفس محمد بيده في ثلاث مواطن لا يذكر احد الا نفسه: عند تطاير الصحف، وعند الميزان أيثقل ميزانه أم يخف، وعند الصراط. يا الله، عند تطاير الصحف أيأخذ صحيفته بيمينه فيقول: هاؤم اقرأوا كتابيه، إني ظننت أني ملاق حسابيه، فهو في عيشة راضية. لماذا جنة؟ والله فرح، والله العظيم فرح. وبشر بشارة، ترى ما في موت، ترى ما في مرض، ترى ما في صلاة، ترى ما في عبادة، ذكر الله بس، ترى ما عاد في أمي، أبوي بالله ابن درس يعورني، ترى ما عاد في، ما عاد في أبغى وظيفة، ما عاد في، يا أخوان ما عاد في، يا شباب لين تضيع الجنة؟ يا أخوان لين تضيع الجنة يا أخوان؟ نضيع الجنة عشان إيش؟ عشان شيء فاني. كل شيء ترى بيمشي، ترى كل شيء بيروح، يقول الله كل من عليه ايش؟ فان. ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام.